مشيت للفيتنام. كلموني في الفيتنام قالوا لي راك ربحت جائزة عاملين نيمو جلوري، فهمت، جلوبال نيمو جالا في الفيتنام لمين ستريمر الكل اللي عندهم العالم الكسحي. فهمت؟ الأكثر متابعة ولا الأكثر تأثير؟ كيفاش يحسبوا معناتها تاخذ جائزة لأنك بالنسبة للجائزة هذيا الأكثر مشهور في العالم. أعطيني هذيا نتاع الفيتنام الأخرى. أي أنا فيتنام هذيا الفيتنام أكثر ستريمر مشهور في العالم العربي الكل. فهم وخذيت جائزة معاها مبلغ مالي. مبلغ مالي من بعد هذاك وحده ادخل في البالون ادخل ما يعطيكش مبلغ مالي يقول لك شد مع جائزة هذايا مبلغ مالي. ما يسالش ما دامني انا ربحت جائزة كيما هكا معناتها راني نفهم اللي انا راني لازم قوي اكثر في الشهرية نتاعي. يقوي لك في الشهرية ويتنجم مثلا من بعد بالطبيعة وتنجم بلاتفورم اخرى تعطيك اوفر. بلاتفورم بالطبيعة برشا بلاتفورمات يعطوني اوفرويت وانا قاعدين مازلنا. معناتها ولاو يتعاركوا عليك. مازال كي كلمتني ديجا بلاتفورم اخرى يا اخي ما خلونيش نخرج نيمو. قالوا لي لا انت مصحكم 2024 اكتوبر 2024 بديت من 2020 يعني. في بالك كيما الجوارات معناتها ريت تو كي حكينا سيريو كيما الجوارات وتو نحكي لكم على الانفلونس تو ريت لي جون احنا كيف فدلكنا يضحكوا علينا ما تعرفوش معناتها ستريمر احنا فدلكنا ما جاوك اوفرويت مغريين اما انت مصحح مصحح ما جاو عزيزو ساعتيني اكثر اوفر هكا اغرتك. ما اغرانيش جاني اوفر نعرف امنه موصيتك ما تحكيش. ما نحكيش صحيح ما نحبش اختاني اخوي ليه اوفر ورفضتها اوفر ورفضتها ما هو كيك يولي ويربط يقول لك مالك انا رفض الاوفر هذايا معناتها راهو ياخذ اكثر من لا مش اكثر شوف فسر لهم زاد لي انت ما تخرجش ما تحبش تخون البلاتفورم اللي بديت معاها بالطبيعه لا لا ما زاد انا كي تجيني اوفر خير مثلا 50 مليون في الشهر نجم ناخذ 50 مليون في الشهر لكن تنجم البلاتفورم تسكر بعد 3 شهور وقت اللي نجم ناخذ مثلا في 25 في الشهر اللي بلاتفورم باش نقعد معاها 3 سنين لقدام فهمت واحد باش يخمم ما نخمم على توا لازمني ناخذ اكثر فلوس انت جيك اوفر من تي في ايه من لازم نسماها معناتها غير عاش بيه هاي جاني اوفر ما سميهاش من باهي تو نبيبيوها ما يصيرش نبيبيوها صحيح نبيبيوها يا اخي نيمو كلمتك باش ترضيك وباش تزيدك في الشهرين مش تراضيني ليه قالوا لي معناتها اسكو انت بمخك انك باش تخرج واحد قلت لهم لا هي جاتني الاوفر قبل باربع ايام ما نطلع للفيتنام فهمت كي جبت لهم انا الاوفر قالوا لي الاوفر اللي عطينه لكم ديجا احنا مخلصين عليك الطياره بيه ماشي وجاي انت ومرتك والولود يقربي عينوني فهمت غشوا على مال الحكايه معناتها قلت له يا خويا سامحني راني مانيش خارج فلك عليكم ورا ما صار حد شيء اي من انت فرضت تمشي ولا هما بعثوا الاوفر زوز؟ لا هما بعثوا الاوفر ولا مرتك نمشي وين تمشي؟ بالعكس هما يحبوني ندخل نخدم معاهم لا انت جوك اي انا جوي اخر ما نجمش لا ما نجمش مستحيل انا نجم فعلا هزا معايا وي ريت كيفاش الله كنت نجم نمشي وحدي انا في يزي كان نجم نمشي وحده ما لبش بعثوش هما كي بعثوا لي الميساج معناتها يا سيد اسكو تحب تجيب معاك المدام انا جيت نمشي نقول لهم لا يا اخي ايش القد بالميساج يا اخي صحيح شكرا على الصراحه